هذا تجاوز مو حلو يا المهرة نهائيا، يعني مهما كان ان انت عندك استياء بس مو بهالالفاظ ولا بهالطريقة. مرمورة تسألني مي منو افضل، عبد العزيز ولا طارق العلي مسرحيا؟ لا هذا ولا هذا، محمد الحملي شغله افضل من الاثنين، لكن يحتاج الى وقت عشان يثبت ويكون عنده فريق دائم حقه. مها تسألني مي